اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت عناوين حلقه النهارده وثلاث ترندات متعلقه بشكل عام لتفاصيل حلقه النهارده من برنامج الترند. لكن ترند بالتاكيد الناس كلها منتظره تسمع مننا الجديد بالنسبه للمرحله اللي جايه، خاصه طالما بدانا شهر سبتمبر يبقى بتتكلم في ايام على انطلاق مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا خلال الفتره القادمه. اول شيء لازم أأكد عليه واعلنه بشكل رسمي، مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الوداد والاهلي والرجاء والزمالك في موعدها المقرر من قبل الاتحاد الافريقي، مباراه الذهاب ان شاء الله للزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر ومباراه الوداد والاهلي يوم 26 سبتمبر. بشكل رسمي المباريات في موعدها. ليه بشكل رسمي؟ هقول حاجتين. اول حاجه، الاتحاد الافريقي لكره القدم ارسل خطاب قبل 48 ساعه الى الاتحاد المصري لكره القدم يخطروا بالاجراءات التنظيميه سواء في سفر فريقي الاهلي والزمالك او فيما يتعلق بالخطوات المتبعه خلال الفتره القادمه لسفر بعثتي الفريق الى المغرب لمواجهتي الوداد والرجاء نهايه شهر سبتمبر. وتطرق الخطاب الى كل التفاصيل المتعلقه بعدد افراد البعثه، بتوقيت السفر، بالاجراءات الطبيه بسفر البعثه وتوقيت والاجراءات الطبيه المتعلقه سواء في السفر من مطار القاهرة حتى الوصول إلى مطار كازابلانكا، فنادق الإقامة، كل الأمور المتعلقة اللوجستية بإقامة هذه المباريات تم الاتفاق عليها، والاتحاد الإفريقي أرسل بها خطاب رسمي للاتحاد المصري. خبر ده أول مرة تسمعوه، ما سمعتهوش في أي مكان. الكلام ده تم خلال 48 ساعة الماضية. إذن بالخطاب الرسمي من 48 ساعة المباريات في موعد. في تأكيد بخطاب تاني هعلنه في فقرة ترند الترند، بس هتكون آخر حاجة معايا في فقرة النهاردة.